رجعنا لكم بعد الفاصل عشان تبقى فقرة فنية وفقرة خفيفة على حضراتكم. بقى معانا المطرب الجميل عيد الأمير معايا. أهلا وسهلا يا فنان، أهلا بيك يا فندم. أهلا نورنا بيك النهاردة ونورتنا. ده بنورك والأغاني طبعا، بتاعتك بقى مكسرة الدنيا. الله يخليك يا فندم. وشفتي يابا بقى والفلوس مش نفع حاجة وحاجات كتيرة كده. الحمد لله على كل شيء، وأنا بحيي طبعا قناة الصحة والجمال، فريق الإعداد والإخراج والإعلامية الجميلة حور، تحياتي جميلة، وبتحياتي لكل مشاهديني، الناس اللي بتحبني بإخلاص من قلبها يعني. والنهارده يوم جميل قوي اللي هو يوم الجمعة، يجعلها يوم جمعة مباركة على الأمة الإسلامية كلها إن شاء الله يعني. علينا وعلى مصر كلها يا رب، وعليك يا بإذن عيد. الله. مرحب بيك بجد، انت نورتني النهارده. عايزه بقى ابدا معاك، انت من مينا القمح شرقيه. طبعا زي ما حضرتك عارفين مينا القمح شرقيه دي بلد الفنان عبد الله غيث وحمدي غيث، وطلعت فنانين كتير بجد. المركز مينا القمح، انا كلمني بقى عن المركز بتاعك قبل ما ابدا وادخل في الحوار بتاعنا. وليه المكان ده بالذات بيطلع نجوم؟ انا عايزه اعرف. هو ده بقى الموهبه، ده بتاعت ربنا يا فندم، مش بتاعت اي حد. انا من مركز مدينه مينيا القمح شرقيه، قريه كفر شلشلمون، بلد المرحوم الممثل الكبير عبد الله غيث، والممثل حمدي غيث، والممثل العبقري رمز غيث، وتحياتي للنائبه مي غيث، بندعي لها بالتوفيق ان شاء الله في البرلمان الجاي. واحنا طبعا سعداء ان الناس دي من بلدنا، طبعا قريه كفر شلشلمون. تحياتنا لكل الشرقاويه النهارده، الناس الجميله الكرماء، تحياتي ليهم كلهم. كلمني بقى يا احمد يا عيد سوري، عن الاغنيه اللي كان عرضها لنا المخرج الجميل بتاعنا محمد عزت. كلمني يابا، كلمني كده عن كواليسها وازاي عملتها والظروف اللي كانت شفت فيها يابا. الاغنيه. شفت يابا، ده احساس جميل. ده كان دي كانت حاله عندي في بيتي، والحمد لله اتحلت يعني، وتراضينا على بعض انا واخواتي، فالحمد لله. فانا حبيت اقولها يعني، لاني طالعه باحساس اصلا، ودي والغنى طبعا لازم يكون له احساس عند الشخص اللي يعني. هي بيقول فعلا ليها ذكرى عندك ذكرى يا عيد، عندي مش مجرد بس لا لا، والحمد اغنيه لله. الكاتب كتبها. وتاني طب مره هو ما انت جينا، اللي كاتب الكلمات ولا لا يعني انت قلت له الحاله الشعر اللي عندك الغنائي وشرحت له وهو كتب لك عليها؟ الشعر الغنائي خالد حسني اوكي. الجميل، وحتى المخرج اما حبيت اختار على الكليب امثله ولا ايه، لا اخترت عمرو سعد لان انا بحب تمثيله، وهو الفيلم ده كان جميل، وانا حبيت يعني انا ازيع شخصيته يعني. طيب لو هنتكلم عن بدايتك ومشوارك، طبعا احنا اكيد بنستضيف المواهب اللي عملت نجاح وعملت طفره في حياتها وهم لسه شباب، بالاخص عشان يكونوا مثال للمواهب التانية ان هم يستفيدوا من خبراتهم. فكلمني بقى عن بدايتك ومشوارك والطريق الطويل اللي قطعته عشان توصل للمكان اللي انت فيه دلوقتي. تمام. انا بدايه حياتي كنت بابايا موجود، وامي كان عندنا ارض وكده بنزرعها، فكان ابويا الله يرحمه كان يجيب لي على ايامي انا، كان التسجيل اللي هو التسجيل الكشاف الكبير بتاع زمان. لا الكشاف ابو بطاريه اللي كان بيشحن. فانا قلت يابا انا بدي التسجيل دون عشان يسليني وانا في الزراعه عندنا يعني وكده، فاشتراه لي، فبقيت اشحنه. كنت اسمع حماده هلال الايام، دار الزمان، اهاب توفيق مراسيل، هاني طبعا شاكر لو بتحب حي صحيح، الزمن الجميل. ناديه مصطفى، جايه في ايه وسافرت في ايه. فطبعا انا ولحد دلوقتي انا لما اشغلها عندنا يقول لك انت من الزمن دي يعني، شغل بقى مهرجان. فانا اقول لا انا، فكنت بقى دايما اسجل لنفسي صوت، احس مثلا حماده يعني هلال انت الايام كنت ده بتدندن كده وانت صغير ادندن كده. واسجل على طب قول لي التسجيل. مين اللي اكتشف بقى الموهبه عندك يا انا عيد وانت كان صغير؟ عندنا، دايما الام هي اللي بتكتشف لا لا الموهبه من مامتي على كانت اولادها على طول. ست طيبه قوي، وشقيت علينا وتعبت علينا كتير وربتنا بالحلال، تمام. هي وابويا الله يرحمهم. فبس انا مش صاحبت مطرب اسمه قاسم فرج، تحياتي ليه طبعا، اخويا الكبير ابو رائد، عمل كليبات كتير على شعبيات، اغنيه الام برضو كانت جميله، فهو اللي شجعني على كده. كنت بحضر له افراح وحفلات، فقال لي انت ممكن تغني، ووعدني ان يعمل لي، حتى هو اللي ملحن الفقر مشايب اللي اتذاعت حضرتك يعني هو منذ اللي قليل. ساعدك طبعا طيب احنا بنوجه له بقى بجد الشكر من هنا، واي طبعا حد فعلا بيساعد اي موهبه طبعا بنشكره وتحياتنا ليه. طبعا. طيب انا عايزه بقى اسمع منك حاجه دلوقتي لايف، قول لي هتسمعنا ايه؟ انا هقول شفت يابا لايف بس بدون موسيقى بدون اي حاجه، لان دي احساس انا عايزه. طب يلا بينا. منهم انا نفسي شايله بجري وحدي وسط دايره، كل ما اجي اسند عليهم اتسند على حيطه مايله،
دمعي نازل غصب عني بعد لما اخويا هني. عمري ما تخيلت مره توصل انه يقل مني، توصل انه يقل مني. يلا ابويا كان ابوكم مدوا ايدكم، مين يساعد؟ ولا ناسيين ان اخوكم واللي بينا دم واحد؟ انتوا ياللي بعت اخوكم الزمان بينكم وبيني، يكفي يابا انك دعيلي وبرضاك ربي راضيني، وبرضاك ربي راضيني. شفت يابا، شفت يابا اللي حصل لي من يوم ما رحت وسبتني؟ كله باعني وكله خني زي ما انت قلت لي. كله يابا جاي عليا، كله يابا جاي عليا. خلوا ليه الدم ميه، نسيوا حتى ان اخوهم واللي قلته في الوصيه. ان جرحت بايد ولادك باعوا اخوهم الضحيه، الضحيه. الله. طيب دي كانت اول اغنيه انت عملتها كليب بعيد ولا لا؟ دي تاني واحدة؟ اول حاجه الفقر مش عيب، انا بدات بيها عشان انا كنت فقير، كنت بحب ازرع ابيع خضار، كان عندي توك توك بركبه. طب والله يعني انا بجد بحييك ان انت ربنا يعني يخليك يا فندم بتتكلم بكل صراحه وحياديه وبتحكي تاريخك بجد. طبعا حاجة بيزيدنا مش شرف يعني طبعا، ومش عيب طبعا. الفقر مش عيب، انا حبيت مش عيب ابدا ان احنا نبدا حياتنا واحنا يعني بناخدها كده من الصفر، وبالعكس بتبقى سعيد ومبسوط اكتر وسعيد بحياتك ان انت عملت نفسك بنفسك، ودي حاجه جميله. تمام الحمد لله، انا بحييك بجد. ودلوقتي بقى احنا شايفين حاجه، انت شفت يابا، بس انا شايفه حاجه تانية كده في نجم كده معانا النهارده، المايسترو عبد الله الحلواني. خلص التورتايه. يا ريت بس الكاميرات يا جماعه تيجي على التورتايه اللي فوق رائعه دي. انا بجد مش عارفه بجد اقول لك ايه يا عبد الله، سرعه غريبه جدا جدا في اداء عمل التورتايه، بتتعمل بدقه عجيبه يعني زي ما حضراتكم شايفين كده. طب تقول للجمهور كده انت زينتها ازاي؟ ما بتضحكش علينا. دلوقتي هو الاطار الخارجي ده حضرتك عباره عن شوكولاته. اوكي، شوكولاته ساده، شوكولاته خام، شوكولاته خام. دي جميله جدا لما تاكليها مع التورته الشوكولاته كده، حاجه انا هدوق دلوقتي روعه عبد الله. اكيد. وده بيغلي الشوكولاته، بيغلي ده عباره عن كريسبي، تاكليه كده بيقرمش برده مع الشوكولاته. شايفاك عامل اشكال حلوه قوي بالفواكه، عباره عن ايه الفواكه اللي انت عاملها؟ دي فاكهه، ده عباره عن تفاح احمر، وده خوخ، وده اناناس، وبرقوق، وكيوي. طبعا الكيوي طبعا بشكل الفاكهه بقى ايه، في ليها ديكور كتير قوي معايا. طب انا عايزه اسالك يا عبد الله سؤال دلوقتي، انت عارف ان في كتير جدا مرضى السكر، تمام، فبيبقى نفسهم طبعا ياكلوا حلويات او بيشوفوها اكيد نفسهم ياكلوا الحاجات دي، هل في انواع معينه من الكيكات مخصوصه خاصه بمرضى السكر وما تسبب لهمش بعد كده زياده في السكر؟ انت عارف طبعا لو كل قطعه تورته كده يعني هيتاذي. بص حضرتك، هو حاليا دلوقتي الدنيا اتمدنت، ففي دلوقتي اماكن معينه، اماكن معينه في متخصصين بالكلام دوت بيبقوا واخدين كورسات تغذيه، تمام، فعارفين بيتعاملوا مع الخامه ازاي وازاي يقلل السكر. يعني فعلا في ممكن تورتات او جاتوهات بتتعمل لمرضى السكر فعلا؟ اه في تورت بتتعمل لمرضى السكر، لان طيب لازم. يعني احنا عايزينك بقى الحلقه الجايه يا عبد الله تعمل لنا تورتايه كامله لمرضى السكر، وكل الناس اللي مرضى السكر يفرحوا ويتابعوا الحلقه ان شاء الله يوم الجمعه الجايه. عبد الله هيعمل لهم احلى احلى تورتايه، وما تخافوش يا جماعه ان شاء الله مش هتتعبوا، هو عبد الله عارف بيعمل ايه. ان شاء الله. طيب نرجع بقى للفنان الجميل بتاعنا عيد الكبير. يا عيد، تسلمي يا فندم. ليه في بدايتك
اخترت الفن الشعبي، ليه ما اخترتش المهرجانات وانت شاب صغير لسه وبادئ وكل الشباب اللي في سنك خدت اللون المهرجانات؟ طبعا مش كلهم، في اختار الفن الشعبي وفي اللي اختار المهرجانات، بس طبعا اغلبيه الشباب دلوقتي بيختاروا المهرجانات واللون ده عاجبهم. ليه ما اخترتش المهرجانات وخدت طريق الفن الشعبي؟ لا، زي ما حسب ما انا اتعودت وانا صغير ان انا اسمع، اتعودت ان انا اسمع سمع حلو، واتعودت ان انا يعني ايه مش شايف نفسي ان انا يعني ابقى في حاجه رقص او في حاله كده، هو ده لوني وده انا حاسس نفسي في الحزن اللي هو الشعب، مش حاسس نفسي في المهرجانات خالص. لا، هو يعني التوفيق ده من عند الله، بس انا شايف نفسي انا يعني في انت الشعب حابب الحزين. اكتر اللون الشعبي؟ طب حلو جدا لما انت تبقى يعني فاهم انا نفسك وتعرف مش تشتغل على نفسك كويس تمام على فكرة. يعني. بعد ما كنت بسمع هاني شاكر لو بتحب عايز صحيح وانت لسه بتسالي انت بالنسبه لي ايه الحاجات الجميله، والايام حماده هلال طب واحنا رسمت بنتكلم كده يا جماعة، لو في كليب تاني للمطرب عيد يا ريت نجهز بيه عشان ننزل بيه دلوقتي. اتفضل كمل. يعني الواحد انا اتعودت يعني على انت السمع كنت الجميل، بتسمع الزمن الفن الجميل الجميل فخلاص اتعودت عليه اتعودت وطلعت عليه. عليه. تمام. تمام. طب قول لي مين من المطربين اللي هو يعني يعتبر كده مثلك الاعلى بقى في حياتك ومشوارك ونفسك ان انت توصل له في الاخر، يبقى بالنسبة هو ده اخر هدف عندك تمام ان انت تبقى بالنسبة زيه؟ للشعبي اللي احنا فيه، طيب احمد شيبة، نجم احمد شيبة طبعا عمل اللي مني، وهي دراما مش مهرجان ولا حاجة، وكسرت الدنيا وبسم الله ما شاء الله ربنا فتحها عليه، وعامل حاجة للأم. وبالمناسبة بقى احنا شهر 3 جاي يا ريسة، شهر 3 جاي وفي عيد الأم في شهر 3 21 إن شاء الله، فبنقول كل أم مصرية كل سنة وأنت طيبة، وكل أم مسيحية كل مليون سنة وأنت طيبة. في كل أغنية أم لأحمد مصرية مسلمة ومسيحية كل سنة وأنتم هما طيبين. طيبين. ودلوقتي هنسمع الكليب التاني للفنان عيد الأمير، ابقوا معانا. شفت يابا، شفت يابا اللي حصل لي من يوم ما رحت وسبتني، كله بعني وكله خني زي ما انت قلت لي، كله يابا جاي عليا خلوا ليه الدم ميا، نسيوا حتى ان اخوهم واللي قلته في الوصية، انجرحت بإيد ولادة باعوا أخوه الضحية. شفت يابا يا بابا جاي عليا
كان ابوكم مدوا ايدكم مين يساعد ولا ناسين ان اخوكم واللي بينا دم واحد انتوا ياللي بعت اخوكم الزمان بينكم وبيني يكفي يابا انك دعيلي وبرضاك ربي راضيني كل يابا جاي عليا خلوا ليه الدم ميا يابا الاحتفال معوش يا قد ايه الاب والام غاليين جدا جدا بجد وما يعرفش قيمتهم غير اللي اتحرم منهم بدري الله يرحم بابايا ويرحم مامتي ويجعل مثواهم الجنه اللهم امين يا رب العالمين قد ايه فعلا الاغنيه اثرت فيا بجد ربنا يخليكي انت اعلاميه ممتازه وست محترمه والله حاجه جميله والله ربنا يوفقك ويوفقنا اغنيه مؤثره جدا ويا رب بس الناس ما تكونش زعلت على من سماع الاغنيه احنا بنشكر الاستاذ طه الحكيم طبعا لان انا ده موزع عالمي احساسه عالي هو له لمسه كده في اول الاغنيه حتى الفقر مشايب تلاقي له لمسه في الاول كده والراجل ده محترم جدا وطيب وانا ما رحت له انا ما كنتش بغني ولا اعرف حاجه بس انا ما رحت له فاحنا بنقول له ايه يعني انا لسه مبتدئ اعمل لي اي حاجه سريعه قال لا ما اعملش لاي حد سريع انت عندي احلى من اللي بيدفع لي فلوس كتير انت شاب محترم واحنا عايزين نقف معاك فانا الكليب هيتذاع في العيد تبقى زيك زي احمد شيبه زي احمد سعد زي احمد عامر انا ما عنديش ده وده لازم دخلت عندي تبقى مطرب زمان كمان عيد الناس كانت بسيطه جدا وكانت يعني زي الاستاذ اللي بتتكلم عنه برضه طه الحكيم كانت الناس زمان بتساعد بعض ومن غير اي حاجه وبالحب كده وكان الحب مالي مصر وكان البلد كلها بتتعاون مع بعض ويا رب نشوف ده كده دلوقتي تاني في زماننا تمام انا عايزه برضه اعرف منك انت مع او ضد الغاء قانون الغاء اغاني المهرجانات يعني هل انت مع او ضد الغاء اغاني المهرجانات الاستاذ هاني شاكر طبعا تمام. لغى الموضوع ظهور المهرجانات خالص انت مع ولا ضد هو الاستاذ هاني شاكر نكب الموسيقيين طبعا ده راجل محترم ما قطعش عيش حد ولا هو بيفتري على حد هو قال يا جماعه غنوا بس بلاش الالفاظ اللي هي بالنسبه للنجم حسن شاكوش بلاش الالفاظ يعني ايه اللي هي يعني الحشيش والخمر بلاش الكلام ده وغنوا زي ما انتم عايزين فطبعا ما فيش الكلام ده هو ده فعلا فانا ضد لو الكلام ما انعدلش تمام زي ما اللي بالظبط انت بتتكلم كبير بيشتروا كبير وبعدين احنا مصر السياح بتيجي عندنا يا فندم بيجوا عندنا وبيستعدوا باغانينا الجميله يعني بصيتي زمان نفر يزعل على دلوقتي فبيقول عدلوا الكلام وغنوا انما هو ما عملش حاجه فتحياتنا للنقيب الموسيقيين النقيب هاني شاكر طبعا نجم الاحساس العالي الاستاذ مصطفى كامل اكيد النجم حلمي عبد الباقي برضو كل ده اتكلم النجم طارق الشيخ كان على الهواء طبعا هو اتكلم فبالنسبه للموضوع طبعا اكيد غيروا الكلام مش ضد المهرجانات خالص ولكن كلنا فعلا ضد الكلمات اللي بقت بتتقال على لسان اولادنا الاطفال الصغيرين واحنا ما عندناش اكتر ولا اغلى ولا اعز من اولادنا فطبعا اكيد المغنيين المهرجانات لازم يتفهموا الكلام ده ويا ريت الكلمات اللي بيغنوها يبداوا بقى ينطقوا حاجات تانية ويغنوا بقى لون جديد يفيد الناس وكلمات تكون تفيد الناس انا بشكرك جدا جدا يا عيد وان شاء الله تكون معانا في حلقات تانية المطرب الجميل عيد الامير وبشكر نجم المايسترو الشيف عبد الله الحلواني اهلا بيكم نورتوني يا رب تكون حلقه خفيفه على حضراتكم تحياتي واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله